بتساوي ام دوت فرق الايه؟ فاكرين الانثالبي؟ اتش 2 ناقص اتش 1 زائد فرق الكينيتيك انرجي زائد فرق الايه؟ البوتنشال انرجي. ده الفيرست اوف ثيرموداينامكس. خلينا كده ندي مراجعه سريعه على كل ترم في المعادله. الكيو الاولانيه دي بتتكلم على ايه؟ على الهيت ترانسفر، الحراره اللي بتنتقل من السيستم اللي احنا بندرسه للمحيط او من الايه؟ من السراوندنج للسيستم بتاعي. يعني مثلا على سبيل المثال لو انا دلوقتي عندي بويلر، عندي غلايه، عارفين كاتل الشاي ببساطه شديده، في شويه ميه، بلاش كلام. بلاش كلام. الكاتل بتاعت الشاي دي احنا جايبين في برنر، مفترض يعني ان ده ايه؟ ده نار. فلو انا تعاملت ان السيستم بتاعي اللي انا بدرسه هو براد الشاي ده، والحراره دي او اللهب اللي متعرضه له الابريق الشاي ده هو ده الكيو، يبقى انا عندي هو ده السيستم وكميه الحراره اللي جايه لي من البرنر هي دي الكيو. حد فاهم حاجه؟ يبقى الكيو دي هي الهيت ترانسفير. بس دايما ناخد بالنا مش لازم يكون من بره السيستم للسيستم اللي انا بدرسه، لا وارد يكون من السيستم اللي انا بدرسه لبره، في حاله ان ممكن بتعامل مع سيستم درجه الحراره بتاعته عاليه وموجود في مكان بارد، المحيط حوالين السيستم بارد، فالسيستم هو اللي هيفقد ايه؟ هيفقد حراره للمحيط، وبالتالي الكيو دي هي الهيت ترانسفير اكستشينج ما بين السيستم اللي انا بدرسه وبين السراوند. ده اول ترم. حد فاهم حاجه؟ شباب اللي لابس كمامه سودا، ايوه تعالى اطلع اقعد قدام. لا ولا يهمك، انا عايز اشوفك، عايز اقرب المسافه بيني وبينك، ده محبه ومعزه. طيب الترم الثاني في الفيرست اوف ثيرموداينامكس هو الايه؟ الدبليو دوت. ايه هي الدبليو دوت دي؟ الورك، صح كده؟ نفس الكلام برضه، بس ناخد بالنا من حاجه من الترمات، انا دايما هنا شغال دوت، دوت يعني ايه؟ بير تايم. دوت هنا شغال بير تايم، يعني الكيو دي اليونت بتاعتها وات، الباور ده بقى طبعا انتوا عارفين ان ورك على التايم يدينا ايه؟ يدينا باور. فالترم اللي انتوا شايفينه ده برضه اليونت بتاعته بالوات، والام دوت احنا طبعا درسنا الكونتينيوتي فعارفين ان دي الايه؟ الفلوريت اليونت بتاعتها كيلوجرام بير سكند. دي اليونتس بس الايه؟ الاساسيه بتاعت كل ترم في معادله الفيرست لو. طيب الترم ده بقى معناه ايه؟ هو ده برضه الورك اكستشينج. يعني ايه ورك اكستشينج؟ يعني مثلا لو انا هتعامل مع انه الكاتل ده والبراد ده في هنا بيستون حاجه كده، يعني جسم فوق سطح الميه، فوق سطح الميه، وبدات اغلي الميه اللي جوه نتيجه ان انا حاطط الايه؟ الكاتل دي على البوتاجاز، فالميه بدات تغلي، فالميه اتحولت من ليكويد فيز لايه؟ ها شباب؟ لفيبر. بس الفيبر ماله؟ عايز يطلع بس مش عارف يطلع، لان احنا حاطين هنا سيرفيس مانع ان الستيم او البخار اللي بيطلع ده ان هو يطلع بره الايه؟ بره الكاتل بتاعت الشاي دي. فبيحصل ايه؟ ضغط البخار جوه عمال يزيد، ما احنا عمالين ندي حراره ودرجه الحراره عماله بتاعت الميه تعلى، وصلت طبعا لحد الساتوريشن اللي هو 100 درجه، والميه بدات تتحول لايه؟ لبخار، بس الضغط عالي جدا. فنتيجه الضغط ده شايفين الجسم اللي فوق ده يبدا ايه؟ يبدا يتحرك. طالما في حركه بقى في ورك. حد فاهم حاجه؟ طالما في حركه حصلت او السيستم ادى حركه معينه معناها انه السيستم بتاعي عمل ورك معين. وبالتالي وارد يكون عندي سيستم لو اديت حراره للسيستم اللي انا بدرسه يطلع ايه؟ يطلع ورك. ووارد ان انا ممكن بعض السيستمز، بعض الابلكيشنز المختلفه ادي السيستم حراره وادي له كمان ايه؟ وادي له كمان ورك. بس ايا كان اتجاهات الايه؟ الورك اكستشينج في الاخر لازم، لو انا بقى بتعامل مع انرجي ايكويشن عايز اعرف بقى الايه؟ الانرجي ترانسفير على السيستم معين، لازم ادرس الهيت وادرس الورك. انتوا كده فاهمين الترمين دول؟ ربنا يستر. تمام. نيجي بعد كده في ثلاث ترمات. ثلاث ترمات دول بقى خاصين بايه؟ دول خاصين بالسيستم نفسه. يعني ايه خاصين بالسيستم نفسه؟ يعني انتوا لو خدتوا بالكم من المثال البسيط ده قلت لك ان الحراره جايه من بره لجوه او من جوه لبره. مش كده؟ الورك نفس الكلام، السيستم ممكن يكون بيعمل ورك بيأثر على السراوندنج، او ممكن السراوندنج او المحيط بتاع السيستم بيعمل ورك على السيستم بتاعنا. يعني الترمين اللي على الشمال دول ما بين السيستم والمحيط اللي حواليه. كل الترمات اللي انتوا شايفينها دي خاصه بالفلويد اللي جوه. تمام؟ زي ما انا عمالي ادي انرجي او باخد انرجي من السيستم، عايز اشوف تاثير ده على الانرجي اللي موجوده جوه السيستم بتاعي. يعني مثلا اديت السيستم هيت، معناها ان الفلويد اللي جوه الانرجي بتاعته، الانرجي ستورد جوه الفلويد زادت ولا قلت؟ زادت، مش كده؟ ففي حاجه لازم تعبر عن تغير الانرجي اللي بيحصل جوه السيستم. دول الثلاث ترمات، لان دول ثلاث صور مختلفه للانرجي. الانرجي بتاعت الفلويد ممكن تظهر في صوره انثالبي، والانثالبي دي لو يعني مش عايز ارجع للايه؟ للجزء الخاص بالثيرمودينامكس، دي عباره عن انترنال انرجي للفلويد معاها حاجه اسمها فلو ورك. لو حد فاكر فيرست لو، مش فاكرين؟ دي ثيرمال انرجي جوه الايه؟ جوه الفلويد.
طيب عندنا بعد كده في ترمين كمان الفي سكوير على 2 دي اللي هي مين؟ كاينتيك انرجي. يعني وارد ان انا اديت ورك للفلويد، يعني مثلا المروحه دي الفانه بتتحرك مش كده، او بتلف بسرعات معينه، معنى هي بتلف بسرعات معينه ان هي ادت ورك للهواء صح. لما ادت ورك للهواء الورك ده راح للفلويد في صوره ايه؟ هل في صوره حراره؟ يعني هل درجه حراره الهواء اللي خارج من المروحه زادت، ولا هل سرعه الهواء اللي خارجه من المروحه زادت؟ سرعه الهواء. بالتالي فالورك الترانسفير اللي انت اديته للهواء جوه المروحه اتحول لايه؟ لكاينتيك انرجي. في بعض الابلكيشنز الثانيه ممكن الانرجي اللي احنا بنديها للفلويد تروح في صوره بوتنشال انرجي، زي المضخات بتاعه المايه اللي في البيوت عندنا. مش انت عندك في الموتور بتاع المايه اللي موجود تحت ده، الموتور بتاع المايه ده بيدي انرجي للفلويد. طب الانرجي دي راحت فين؟ راحت ان المايه اتحركت في المواسير وطلعت عكس الجاذبيه على حسب بقى ارتفاع المبنى، وبدات تغذي المايه لكل ادوار مش كده. فالانرجي دي راحت هي في صوره حاجتين، الانرجي بتاعت الترومبه بتاعت المايه راحت للمايه في صوره كاينتيك انرجي، لان المايه مالها بتتحرك بسرعه معينه، والمايه كمان قدرت تطلع اجينست الجرافيتي بارتفاعات معينه، فالانرجي اللي انا دفعتها للفلويد راحت في صوره كاينتيك انرجي، زودت الكاينتيك انرجي بتاعت المايه وزودت مين؟ البوتنشال انرجي بتاعت المايه. يبقى انا خلاص الكلام، الترمين دول ده الانرجي عموما، صور الانرجي مختلفه سواء كانت هيت او ورك، الانرجي اكستشينج ما بين السيستم والسراوندنج ايا كان بقى احنا بنحدد السيستم بتاعنا. كل الترمات اللي على اليمين ده بتمثل تغير الانرجي بتاع الفلويد اللي جوه السيستم اللي انا بدرسه. انتوا كده فاهمين المعادله؟ ربنا يسهل. ده البوتنشال، ده ارتفاع، ارتفاع. طيب المعادله دي اللي احنا هنشتغل بيها فين؟ هنشتغل بيها في الجزء الاولاني من الشيت او الجزء الثاني من الشيت، هي الانرجي ايكويشن، هي دي كده الانرجي ايكويشن، وهنشوف ازاي بنطبقها في المسائل على طول. طيب المعادله دي هنستنتج منها حاجه بسيطه، معادله ثانيه وبرده مهمه، بس قبل ما نستنتج معادله ثانيه هنحط بعض الاسامبشنز. الاسامبشن الاولاني ان انا هتعامل مع ادياباتيك سيستم. يعني ايه ادياباتيك؟ يعني كيوب زيرو، يعني مفيش هيت ترانسفير ما بين السيستم والسراوندنج. فكلمه ادياباتيك يبقى الهيت ترانسفير بكام؟ بزيرو. وهتعامل مع سيستمز مفيش فيها ورك ترانسفير، نو ورك ترانسفير. يعني اول تو اسامبشنز دول معناها ان الترمين اللي على الشمال بصفار صح كده. طيب دي مش اسامبشنز على فكره، هي دي مش عايز اقول كلمه اسامبشن، عايز اقول كلمه ان دي الكونديشنز اللي انا هحتاجها عشان اطبق معادله جديده اسمها برنولي ايكويشن. يعني مثلا لو انا بتعامل مع مروحه دي فيها ورك ترانسفير ما فيهاش ورك ترانسفير، ده انا اديت ورك للهواء عشان يبدا يتحرك، وبالتالي ما ينفعش ان انا اطبق ايه؟ اطبق المعادله اللي انا هستنتجها لبرنولي ايكويشن. يعني مش اي كيس افترض انه ورك ترانسفير، لازم ابص على المساله بتعامل معاها. طيب بعد ما احط التو اسامبشنز دول هنوصل لايه بقى؟ ان الترمينال على الشمال بكام؟ بزيرو. الصفر ده هيطير مع مين؟ مع الام دوت، الام دوت كمان هي هتطير. وعايزين نعمل حاجه بسيطه، كل الانرجي اللي عند نقطه واحد هاتها في طرف، وكل الانرجي عند نقطه اثنين هاتها في ايه؟ في جنب تاني. نبص نلاقي ادي الانثالبي، دي كده معادله، هي معادله الانرجي، بس بعد ايه؟ في تو اسامبشنز اتحققوا انه مفيش هيت ترانسفير ومفيش ورك ترانسفير. طيب هنبدا بعد كده الاتش دي من الديفينيشنز بتاعه الثيرموداينامكس هي عباره عن ايه؟ اتش دي بتساوي الانترنال انرجي وحاجه اسمها الفلو ورك اللي هي البريشر على الدنسيتي. ده التعريف بتاع الانثالبي، هو انترنال انرجي. الترم التاني ده اسمه فلو ورك، مش هخش في تفاصيل، مش هخش في تفاصيل، بس عايز احاول ان انا افكرك الصور او ايه هي الانترنال انرجي. لما احنا جينا في الثيرموداينامكس نشتغل فاكرين كلوزد سيستم واوبن سيستم، شفت يعني الميد ترم عدى فان شاء الله تكونوا ايه اكيد ذاكرتوا الحاجات دي. لما كنا بنشتغل على كلوزد سيستم كان الانترنال انرجي بنفكها ونحط مكانها ايه؟ ها لو هي طبعا ووتر، لو احنا لو ووتر في الويت ريجن او ستيم كنا بنروحها في الستيم تيبلز. كان عندكم ستيم تيبلز؟ ماشي. لو كنا بنتعامل مع ايديال جاز مثلا كنا بنفكها السي في في التي. ده معناها انه الانترنال انرجي عشان تتغير في الغالب لازم يحصل تغير في درجه الحراره بتاعه الفلويد. يعني مثلا لو انا جبت هنا فكيت اتش 1 يو 1 زائد الفلو ورك واتش 2 يو 2 زائد الفلو ورك، اليو 1 هتطير مع اليو 2 في حاله ان مفيش تغير في درجه الحراره بتاعه الفلويد. فاهمين الكلام ده؟ لان انت هتفك الدلتا يو سي في في الدلتا تي، فطالما ما بيحصلش تغير في درجه حراره الفلويد، او اقدر اقول يعني بشكل تاني ان تغير في درجه حراره الفلويد بيحصل بصوره غير ملحوظه يعني قليله جدا، فانا اقدر اهمل التغير اللي بيحصل في الانترنال انرجي.
مفهوم الكلام ده؟ وده ابلكيشن بتاعته واضح، المروحه نفس الابلكيشن. تغير درجه حراره الهواء ما بين قبل المروحه اللي هي بالنسبه لي نقطه 1 وبعد المروحه اللي هي بالنسبه لي تبقى نقطه 2 تقريبا مهمل، يعني الهواء تقريبا درجه حرارته بتاعته ما بتتغيرش بقيم كبيره. ففي الحاله دي تغير الانترنال انرجي بتاعه الهواء قبل وبعد المروحه بكام؟ بزيرو. فاهمين الحته دي؟ من الاخر بقى كده عشان نلخص الكلام، طالما انا لا عندي هيت ترانسفير وفي نفس الوقت كمان هتعامل مع ابلكيشنز ما بيحصلش فيها اي تغير في درجات الحراره، هقدر ان انا اتعامل ان كل التغير اللي بيتم في الانترنال انرجي بكام؟ بزيرو. صحيح؟ فالمعادله دي لما نيجي نفكها يبقى انا عندي U1 زائد البريشر وهنا U2 زائد البريشر على رو، وزي ما احنا اتفقنا هنهمل التغير اللي بيحصل في الانترنال انرجي. المعادله بتاعه الانرجي ايكويشن اللي الفيرست اوف ثيرموداينامكس هتوصل في الاخر لفورم هتوصل في الاخر للفورم دي، ان بي 1 على رو زائد في 1 سكوير على 2 نكتب هنا شايفين المعادله اللي قدامكم دي هي دي كده بيمين دي اسمها برنولي ايكويشن. بس برنولي ايكويشن انتوا شايفينها دي بس ليها صور مختلفه لكن هي نفس الايه نفس المعنى ونفس المعادله. عايز اعرف بس اليونتس، يعني انتوا شايفين الثلاث ترمات دول مجموعين مع بعض فمنطقي ان كلهم ليهم نفس اليونتس مش كده، والشمال ليهم نفس اليونتس على الايه الترمات اللي على اليمين. طيب الجي زد دي اللي هي مين؟ دي بوتنشال انرجي وحدتها ايه؟ نعم ماشي، ممكن اقولها جول بير كيلوجرام صح ولا ايه؟ مش انتوا فاكرين حاجه اسمها سبيسيفيك انرجي والانرجي في الفيرست اوف ثيرموداينامكس لما بنضرب في الفلوريت بتبقى الانرجي صح كده؟ لو قسمنا على الفلوريت الكلام ده ماشي ايا كان. طيب اليونتس دي جول بير كيلوجرام، اليونتس دي سبيسيفيك ورك او سبيسيفيك انرجي. طيب ممكن اعمل حاجه بسيطه جدا، ايه رايكم المعادله بالكامل؟ المعادله بالكامل هفترض ان انا بتعامل مع انكمبريسبل فلو او بتعامل ان الدنسي مش متغيره، وبالتالي انا ممكن اضرب المعادله كلها في مين؟ في رو. شكل البرنولي ايكويشن بعمل كده بي 1 زائد رو بي 1 سكوير على 2 زائد رو جي زد 1 بتساوي ايه؟ بي 2 زائد رو بي 2 سكوير على 2 زائد رو جي زد 2. دي برضو معادله مين؟ معادله برنولي ايكويشن. بس انا عايز اخد بالي بقى من اليونتس اللي موجوده في المعادله هنا، مش ده بريشر ودول مجموعين عليه يبقى المفروض هما كمان ايه؟ بريشرز هما كمان نفس اليونتس. يعني انا عندي اليونتس بتاعت المعادله دي بالباسكال، كل ترم موجود في المعادله دي اليونتس بتاعته ايه؟ باسكال. طيب عايزين بقى نفهم كل ترم معناه ايه؟ تمام؟ طيب لحد المستطيل اللي احنا عاملينه ده، حد تاه؟ نعم. مش سامع. اه الزد هي الاتش، زد ارتفاع والاتش ارتفاع. بتتكلم عن انهي حته؟ انت بتتكلم على المعادله دي؟ لا ما هو احنا المعادله دي الانرجي خلاص، دي الانرجي متفقين احنا مع بعض، دي كده الفيرست اوف ثيرموداينامكس دي هنحتاج نشتغل بيها. كل اللي احنا عملناه لما حطينا الاسامبشنز ده طالب صفر. لا 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 جي زد بس، رو جي اتش ده بريشر. فاكر رو جي اتش؟ ده وحده بريشر مش وحده انرجي. طيب نرجع تاني للمعادله بتاع برنولي. طيب عايزين نمسك بقى كل ترم، كل ترم هكتب لكم بس يعني ايه كل ترم كمسمى وبعد كده نحاول نفهمه فيزيكال. الترم الاولاني ده اسمه ستاتيك بريشر. الترم الثاني ده اسمه دايناميك بريشر. ده اسمه بوتنشال بريشر. مجموع الثلاث ترمات مع بعض اسمهم توتال او ستاجنيشن بريشر. ونركز مع بعض كده، يبقى اول ترم خالص البي اللي موجود ده اسمه ايه؟ ستاتيك بريشر، دايناميك بريشر، بوتنشال بريشر. تعالى بقى نفهم الفروق بين الثلاثه. دلوقتي خلينا كلنا نركب اتوبيس طبعا عشان حدنا كبير، فنفترض ان احنا ايه راكبين اتوبيس تمام. الضغط بتاع الهواء اللي جوه الاتوبيس واللي بره الاتوبيس كام؟ ضغط الهواء اللي احنا قاعدين فيه كلنا سواء كان جوه الاتوبيس او بره الاتوبيس، واحد بره اعتقد الضغط الجوي تقريبا مش كده؟ صح ولا ايه؟ مش الضغط الجوي تقريبا واحد بره اللي هي 100 كيلو باسكال. طيب احنا الاتوبيس ما بيتحركش في مكانه، فتحنا الشباك جو حر، بصينا لقينا مفيش اي تاثير خالص لاي حاجه، بس بدا الاتوبيس يتحرك
ماشي الحال. بدا الاتوبيس يتحرك، واحد كده حابب ان هو يعني يعمل ريفرشمنت لنفسه، فالاتوبيس وعلى سرعه عاليه وليكن مثلا 100 كيلومتر في الساعه، طلع ايده بره الشباك. ايه اللي هيحصل؟ هيبص يلاقي انه في فورس ما نعرفش جت منين بتحاول تعمل ايه في ايدك، تحرك الايد. فاحنا محتاجين من عندنا احنا ان احنا نبذل يعني قوه شويه، انا اثبت ايدي في مكان. طيب الفورس دي جايه منين؟ جايه من ان في ضغط ما اثر في الاريا بتاعه دراعي. ما هو دايما الفورس هي بريشر في اريا، صح كده؟ ففي بريشر انا ما اعرفش هو كام، ما اعرفش هو فين. البريشر ده لما خبط في ايدي عمل فورس عليا فبدا يتحرك دراعي، مع ان زي ما احنا متفقين ان بره الضغط الكام، بره الضغط الجوي، صح؟ وجوه الاتوبيس الضغط الجوي ده مش كده وبس، كمان ده انت لما طلعنا احنا دراعنا اساسا بره الاتوبيس، الدراع في كل الاتجاهات مأثر عليه الضغط الجوي، صح ولا ايه؟ في ضغط نشا غريب احنا مش عارفين ده جاي منين، بدا يحاول يحرك دراعنا احنا طلعنا بره الشباك. الضغط ده جه منين بقى؟ الهواء اللي بره، الهواء اللي بره هو ستاجننت او ثابت في مكانه ما بيتحركش، بس مين اللي بيتحرك؟ الاتوبيس. فاحنا بنتحرك بسرعه، كان احنا ثابتين في مكاننا والهواء اللي بره هو اللي جاي بيتحرك علينا، صح ولا ايه؟ فده معناها ان الهواء بسرعته ده، لما سرعه الهواء واتيفر هي قيمتها كام، اللي هي قيمتها هي نفسها سرعه الاتوبيس، صح ولا ايه؟ بالسرعه دي لما خبطت في ايدي عملت بريشر، لما خبطت عملت ايه؟ عملت بريشر. ففي ضغط تاني غير الضغط الجوي ليه تاثير، اسمه ايه بقى؟ دايناميك بريشر، ضغط نتيجه السرعه. مش هنحس بقيمه الضغط ده غير لما ايه؟ يخبط في سطح. لما يخبط في السطح السرعه الكبيره بتاعت الفلويد هتخبط وتتحول لايه؟ تتحول لضغط، واكيد طبعا ضغط في اريا تديني فورس، مع ان احنا متفقين ان الدراع ده كل المحيط اللي حواليه ضغط جوي، بس ضغط زياده عن مين؟ عن الضغط الجوي جاي نتيجه سرعه الفلويد. حد فاهم حاجه شباب؟ ربنا سهل. ده الاستاتيك بريشر، ده الضغط الجوي في الابلكيشن اللي احنا قلنا عليه. ده مين؟ ده الديناميك بريشر، الضغط بتاع الناتج من سرعه الفلويد بتاعنا. طيب نيجي بعد كده في ضغط ثالث، وده مش هنشوفه في الجازز بنسبه كبيره، بيبقى مهمل. هنشوفه دايما فين؟ في الفلويدز. ان كل ما بنزود الاعماق، يعني كل مثلا ما انا على سطح الميه فتقريبا الضغط المؤثر عليها هو الضغط الجوي. لما انا ابدا اغطس تحت الميه بقى في ارتفاع للميه كبير موجود على الجسم الايه؟ السبمرجد. ده الارتفاع ده هل بيمثل ضغط ولا ما بيمثلش ضغط؟ بيمثل ضغط. ففي الحاله دي نوع الضغط ده اسمه ايه؟ اسمه بوتنشال بريشر. طيب في الاخر بقى انا عايز اتعامل مع حاجه اسمها الضغط الكلي للفلويد، في حاجه اسمها التوتال بريشر. التوتال بريشر هو مجموعه الثلاثه، يعني احنا لما طلعنا ايدينا بره الاتوبيس محدش يقول لك هو ان الضغط بره ضغط الايه واحد بره او الاتموسفيريك بريشر، الكلام ده صح، بس انهي ضغط فيهم؟ الاستاتيك. يعني احنا لو ما كانش في اي حركه الضغط ان شاء الله هو واحد اتموسفير، طالما في حركه او ممكن يكون في ارتفاعات للفلويدز فوقينا، وبالتالي فالضغط المؤثر على الاسطح اللي احنا بندرسها مجموع ثلاث ضغوط. الاستاتيك وهي قيمه البريشر بتاع الفلويد وهو ستاجننت ما بيتحركش. حاجه رقم 2 هو مين؟ الدايناميك نتيجه ان في حركه للفلويد. والحاجه الثالثه نتيجه البوتنشال او ارتفاع او وزن الفلويد فوق السطح اللي انا بدرسه. حد فاهم حاجه؟ فالتوتال بريشر مجموعه الثلاثه، اسمه توتال بريشر او اسمه ستاجنيشن بريشر. طيب المعادله دي مهمه وعايزين نحاول نفهم تاثيرها على الابلكيشنز المختلفه. بس خلينا نفكر مثلا في حاجه، لو انا بتعامل مع فلويد داخل نوزل، نقطه دي نقطه واحد ودي نقطه اثنين، هسالكم سؤال. نقطه واحد نقطه اثنين تقريبا الفرق بتاع البوتنشال او فرق الزد واحد ناقص زد اثنين بكام؟ بصفر. هما الاثنين عليهم نفس الارتفاع ونفس الاليفيشن، يعني مفيش تغير في البوتنشال انرجي، او خلينا بقى نكون ادق، مفيش تغير في البوتنشال بريشر ما بين واحد واثنين، هما الاثنين نفس الارتفاع. فلو جينا طبقنا الايكويشن دي اللي احنا اتفقنا اسمها ايه؟ برنولي ايكويشن، ما بين نقطه واحد نقطه اثنين، هنلاقي الترم بتاع الرو جي زد واحد طار مع الترم بتاع الرو جي زد اثنين، هيبقى لي مين؟ هيبقى لي الترمين على الشمال وترمين على اليمين. الترمين على الشمال هنا هو الاستاتيك بريشر بتاع الفلويد عند نقطه واحد مع الديناميك بريشر بتاعه، والترمين على اليمين الاستاتيك بريشر بتاع نقطه اثنين والديناميك بريشر بتاع نقطه اثنين. بس خلينا نبص بقى على الابلكيشن ده مره ثانيه. كونتينيوتي، فاكرين الكونتينيوتي؟ دينستي في اريا في فيلوستي بتساوي دينستي في اريا في فيلوستي. لو هتعامل مع مثلا هفترض ان ده ليكويد، سرعه واحد اكبر ولا سرعه اثنين من الكونتينيوتي؟ مين السرعه الاكبر؟ سرعه اثنين اكبر، يعني في اثنين اكيد اكبر من في واحد، لان اريا اثنين اقل من الاريا بتاعت واحد، صح كده؟ عشان احقق الكونتينيوتي. فطالما نقطه اثنين سرعه الفلويد عندها عاليه، لو رجعنا للمعادله دي المفروض المجموع ده يساوي المجموع ده. فلو في اثنين اعلى من في واحد يبقى لازم الضغط عند اثنين يكون اقل من الضغط عند واحد عشان المجموع يفضل ثابت. فهنبص نلاقي لما نيجي نطبق برنولي ايكويشن البريشر عند اثنين اقل من البريشر عند واحد،
يبقى ناخد يعني ناخد بالنا ان في علاقه مباشره ما بين تغير السرعات والفلويد او تغير السرعات اللي بتتم في الفلويد مع الضغط بتاعه على طول. حد فاهم حاجه؟ فالعلاقه دي جايه منين؟ جايه من برنولي ايكويشن. طيب الابلكيشن البسيط ده هل فاليد ان انا اطبق عليه برنولي ايكويشن؟ نبص مع بعض. هل من 1 ل 2 فيه ترانسفير؟ مفيش. هل من 1 ل 2 في ورك ترانسفير؟ يعني شايفين مروحه او شايفين اي حاجه بتدي ورك او حاجه بتاخد ورك؟ مفيش. فان انت تطبق برنولي ايكويشن على الابلكيشن البسيط ده فاليد، مفيش فيه مشاكل. حد عنده مشاكل في الكلام ده؟ كفايه كده بقى. ايه احنا البريف طول شويه، كان حل مسائل. نعم. طالما انت بتحدد دايما نقطتين، نقطه 1 نقطه 2، لو في فروق ارتفاعات يبقى انت هتسيب الايه الرو جي زد، لان زد 1 ليها ارتفاع وزد 2 ليها ارتفاع. مفيش فروق ارتفاعات يبقى خلاص. طيب حاجة أخيرة هنزود بس ترم أخير. لو في عندي losses، لو في عندي losses، هسألكوا سؤال: losses أضيفها على الترم على الشمال ولا أضيفها على الترم على اليمين؟ لو في losses، يعني losses fraction loss الفلويد هو ماشي من 1 ل 2 في fraction عمل له فقد في الايه؟ فقد في التوتال بريشر، يبقى على اليمين. يعني نقطة 1 ده الفلويد اللي داخل السيستم بتاعي. شونسات بس وادي في النص وانت وادي على الطرف. انت الطرف بتاعك جنبك مليان، يعني سيبوا مسافه كويسه بينكم وبين بعض، اللي وراهم نفس الكلام. طيب يبقى هنا لو في لوسز معانا في المساله بتاعتنا هنزود هنا ايه اللوسز على الثلاث ترمات اللي موجودين على الشمال. وفي الحاله دي هيبقى التوتال بريشر البي 1 توتال بتساوي التوتال بريشر عند نقطه 2 زائد الايه اللوس. خليها بس في دماغنا دلوقتي. طيب نركز مع بعض، مش هنسيب بلاش كلام. طيب دلوقتي عندنا مسألة بيقول لنا ايه بقى؟ ركز معايا، ركز. طيب عندنا مسألة مدينا ماسورة، الماسورة دي الطول بتاعها من نقطة 1 وليكن هي دي نقطة 1 مثلا، انا اديها ترقيم دي 1 والنقطة دي اسمها نقطة ايه؟ الترقيم بتاعها نقطة 2. الماسورة دي من 1 لحد 2 المسافة بينهم 6 متر، بس الماسورة دي مايلة مش ماشية افقي، ماشية بميل معين. مدينا الارتفاع الرأسي من نقطة 1 لنقطة 2 هو متر ونص، يعني تقريبا مدينا هنا ايه؟ ترانجل. احنا نقدر نجيب الزوايا ونقدر نجيب كل الايه؟ اللي احنا عايزينه. طيب نقطة 1 حاطط هنا ايه؟ ها؟ تيوب صغيرة، التيوب دي ارتفاع الليكويد موجود من السنتر بتاع الماسورة لحد الفري سيرفيس متر. وفي تيوب هنا على نقطة 2 ليها ارتفاع كبير شوية، المية أو الليكويد اللي موجود هنا ارتفاعه قيمته 3 متر من السنتر لاين بتاع الماسورة. طيب المطلوب في المسألة دي عايز يعرف اتجاه الفلو. يعني هل الفلو ماشي من نقطة 1 لنقطة 2 ولا ماشي من نقطة 2 لحد نقطة 1؟ مش كده بس، كمان لو عايز كمان يعرف بعد ما نحدد اتجاه الفلو اللوسز اللي موجودة بكام. طيب نفكر أول حاجة نحدد المعادلة. نعم. ده ضغط جوي وده ضغط جوي، بس معنى إن الارتفاعات مختلفة، إن الضغط هنا غير الضغط هنا جوه الماسورة. هو شايف الارتفاع ده مين اللي عامله؟ الضغط بتاع الفلويد اللي جوه البايب، صح ولا ايه؟ ده مش بارامتر. عارف البارامتر؟ الارتفاع بتاع الميركري اللي جوه التيوب ده ضغط الجو، ده البارامتر. والارتفاع ده يمثل الاتموسفيريك بريشر، بس ده مش الوضع بتاعنا. التيوب دي مش كونكتد بتانك اكسبوز للاتموسفير، ده التيوب دي كونكتد ببايب ليها ضغط. فارتفاع الليكويد اللي انت شايفه ده هو ده اللي يمثل الضغط عند النقطه بتاعت 2. نعم. لا الماسوره دي كلها مقفوله، مكمله مقفوله زي ما هي. طيب يبقى دلوقتي انتوا بس فاهمين السكتش ده. طيب اول حاجه محتاجين نفكر فيها، هنطبق انرجي ايكويشن ولا برنولي ايكويشن؟ دي اول حاجه محتاجين نعملها. فانا احدد النقطتين اللي انا بدرسهم. انا هدرس دلوقتي ما بين نقطه 1 انا مرقمها 1 ودي نقطه مين؟ نقطه 2. هل ما بينهم في اي انرجي ترانسفير سواء كانت هيت او ورك؟ مفيش، فاحنا نقدر نطبق برنولي ايكويشن. فاول حاجه بعد ما حددنا المعادله خلينا نلست كده الايكويشن. هنفترض اتجاه للفلو، يعني خلينا دلوقتي احنا عايزين نعرف الفلو من 1 ل 2 ولا من 2 ل 1. افترضوا دايركشن، والله نفترض مثلا ماشي من 1 ل 2، ولو طلعت قيمه الفيلوسيتي او قيمه الكيو بعد ما نحسبها بالنيجاتيف معناه ان هو ماشي ايه؟ عكس الاتجاه. والله طلعت الفلو ريت اللي احنا بعد ما نحسبه من معادله الايه؟ من المعادله بتاعت برنولي طلع بوزيتيف، معناها ان الاتجاه اللي احنا فرضينه ده اتجاه ايه؟ اتجاه مظبوط. طيب فانا افترض دلوقتي ان الفلو ماشي من 1 لحد 2. خلينا نطبق برنولي ايكويشن، بس هنطبقها بين مين ومين؟ من 1
لحد 2. طيب هنقول البريشر عند نقطه 1 زائد رو في 1 سكوير على ال 2 زائد رو جي زد 1. الكلام ده بتساوي بي 2 زائد رو في 2 سكوير على ال 2 زائد رو جي زد 2. مش قال لنا عايز لوسز؟ ففي كمان ايه؟ في لوسز. طيب نمسك ترم ترم. اول حاجه ناحيه الشمال البريشر عند نقطه 1 ده انهي ضغط؟ ده الضغط بتاع الفلويد. ولو كان هو ايه؟ ساكن في مكان. حد فاهم حاجه؟ اقدر اجيبه منين الضغط ده؟ من الارتفاع ده. يعني الضغط بتاع نقطه 1 ده هو الضغط عند الفلويد بس مش شايف سرعه. وبالتالي هو ده الوزن بتاع الايه؟ الليكويد اللي موجود في نقطه 1 هو ده الستاتيك بريشر بتاعه اللي هو بقى عباره عن ايه؟ رو جي اتش. اتش بكام؟ هنا اتش بمتر. يبقى انا عندي نقطه 1 هي رو جي مضروبه في ايه؟ في اتش بتاعت 1 اللي هي متر. يبقى ده الضغط على نقطه 1. نيجي بعد كده الفيلوسيتي. احنا ما عندناش قيمه للكيو بس هو مدينا دايمتر. يعني هو مدينا ان الدايمتر ده 0.75 بس مش مدي اي حاجه ثانيه. هنسيبها دلوقتي. نروح لزد 1. طيب زد 1 دي او زد 2 عموما اللي موجوده في الطرف الثاني بقيس الارتفاعات نسبه لايه؟ يعني اكيد ليها ريفرنس. اعمل ريفرنس، اختار الريفرنس اللي انت عايزه ونسب كل حاجه للريفرنس ده. وليكن مثلا انا هختار نقطه 2. الليفل بتاع نقطه 2 هو ده الداتا، ما هو ده الريفرنس اللي انا هقيس من عليه الزد. يعني اي نقطه فوق السيرفس ده الارتفاع بتاعها بوزيتيف، واي نقطه تحت السيرفس اللي احنا مختارينه الزد بتاعتها تبقى ايه؟ بالنيجاتيف. حد فاهم حاجه؟ انا في سكوت غريب في تمام. طيب زد 1 بكام بقى؟ 1.5. ادي الارتفاع بتاع نقطه 1 عن الداتا اللي احنا مختارينه ده كده 1.5 متر. طيب يبقى انا عندي الترم الاولاني بتاع البي 1 وعندي مين؟ رو جي زد 1. نيجي الناحيه الثانيه. الضغط على نقطه 2 هو الارتفاع بتاع الليكويد اللي موجود في التيوب على نقطه 2. يعني اقول هنا رو في جي اتش 2 الارتفاع ده كام؟ 3 متر. طيب الفيلوسيتي ما نعرفش عنها حاجه. نيجي عند زد 2. انا اخترت ان الريفرنس بتاعي هو نقطه 2 فزد 2 بكام؟ بزيرو. طيب يبقى لنا بقى كام ترم؟ يبقى لي هنا ترم الفيلوسيتي عند نقطه 1، ترم الفيلوسيتي عند نقطه 2، وفي ترم اللوسز. صح كده؟ طيب هل المعادله دي فيها كام مجهول؟ فيها 3 مجاهيل لا يمكن تتحل لوحدها. اتفقنا يعني من السكشن اللي فات او اللي قبل اللي فات لما جينا نتكلم عن الكونتينيوتي، فاكرين الكلام ده؟ قلنا دايما لما بيجي نشتغل في ابلكيشن معين بشوف الجوفرنج ايكويشنز اللي انا محتاج اطبقها. ففي معادله، اول معادله بنحتاج نطبقها في معظم الابلكيشن زي مين؟ اول معادله درسناها الكونتينيوتي ايكويشن. وقلنا في بعض الابلكيشنز الثانيه هنحتاج نطبق كونتينيوتي، هنحتاج نطبق ايه؟ ها؟ مومنتم ايكويشن ونحل المساله. في بعض الابلكيشنز هنحتاج نطبق كونتينيوتي وهنحتاج نطبق ايه؟ مومنتم، وممكن نحتاج نطبق الانرجي ايكويشن. فزي ما احنا شايفين كده في الديريفيشن دي برنولي ايكويشن هي جايه منين اساسا؟ من الانرجي، فنعتبرها دي انرجي. فلو احنا عطلنا او في مجاهيل مش موجوده محتاجين نجيب معادلات اضافيه نفكر فين؟ يعني في الكونتينيوتي في المومنتم، بس احنا مش شايفين اي فورسز موجوده في المعادله فمش هنفكر في المومنتم، مفيش غير الكونتينيوتي. ان كيو 1 بتساوي كيو 2 والكيو عباره عن ايه؟ اريا في فيلوسيتي، اريا في فيلوسيتي. الماسوره دي الاريا بتاعتها ثابته ولا متغيره؟ يعني الاريا بتاعت 1 هي نفسها الاريا بتاعت 2. يعني من معادله الكونتينيوتي ايكويشن استنتجنا ان السرعه عند 1 هي مين؟ السرعه عند 2. فده معناها ان الترم ده هتطير مع الترم ده. حد عنده مشاكل؟ طيب بعد ما احنا طبقنا المعادله دي اعرف الدايركشن منين بقى؟ لو اللوسز طلعت قيمتها موجب، يعني اللوسز طلعت بوزيتيف، معناها ان الترم بتاع 1 والترم 2 كفاليو اكبر من مجموع الترم بتاع بي 2 ورو جي زد 2. معناها فعلا ان نقطه 1 الانرجي فيها اكبر من نقطه 2، يبقى الفلو جاي من الايه؟ من 1 ل 2. يعني لو اللوسز في المعادله دي طلعت بوزيتيف يبقى الفلو من 1 ل 2. طب اللوسز طلعت نيجاتيف يبقى هو العكس، من 2 لحد ايه؟ لحد 1. طيب يبقى انا عندي هنا من البرنولي ايكويشن هنجيب اللوسز. تطلع بالباسكال طبعا، شغال هنا ايه؟ شغال كلها ضغوط يعني. لو طلعت بوزيتيف يبقى الفلو من 1 ل 2، لو طلعت نيجاتيف يبقى الفلو من 2 لحد ايه؟ لحد 1، العكس يعني. تمام؟ واحنا كده يعني قيمه اللوسز هتعرفنا الدايركشن وفي نفس الوقت جابت لنا الفاليو اللي هو طالبها في المساله. طيب ركزوا مع بعض، نركز مع بعض كده يا جماعه. طيب دلوقتي هو مدينا تربينه. خلاص التربينه دي محطوطه في سد، مفيش كلام. السد ده عشان برضو عارفين فكره السد، انتوا عارفين السد العالي بيشتغل ازاي؟ بيقول لا ماشي، الصراحه كويسه برضو. هو الفكره ببساطه شديده ده جسم السد،
اللي بيحصل في البدايه انه ده منسوب الميه قبل جسم السد وده منسوب الميه بعد جسم الايه بعد جسم السد في بدايه التشغيل خالص قبل ما اتبنى السد. بيعمل ايه؟ السد ده بيبدا يقفل مسارات خروج الميه من قبليه لبعديه، يعني بيحجز الميه. فاللي اللي بيحصل في منسوب الميه انا قافل المسار، فالميه ما بتعديش الايه ما بتعديش جسم السد، فيبدا المنسوب ده يعلى، يبدا ايه يعلى حد يوصل لارتفاع معين جسم السد يتحمله. يعني طبعا كل ما بنزود الارتفاع معناه ان احنا بنزود الفورسز اللي على جسم السد، فممكن ينهار في ارتفاع معين ما نقدرش ان احنا ايه نعديه. فلما السد كل اللي هو بيعمله انه بيخلي في فرق ارتفاع في الميه ما بين قبل وبعد السد، يعني بقى قبل السد ارتفاع الميه عالي جدا وبعد السد ماله ارتفاع الميه زي ما انتم شايفين في ليفل قليل قوي. اللي بيحصل ايه؟ ان انا باجي في جسم السد بعمل مسارات معينه، يعني زي مواسير في جسم السد، هي المواسير دي اللي هتنقل الميه ما بين قبل السد لايه لبعد السد. بس عشان استغل بقى البوتنشال انرجي اللي موجوده في الفلويد ما بخليش المواسير دي ترمي الميه وخلاص، احط على نهايه المواسير ايه تربينه، التربينه دي تبدا ايه تتحرك وتطلع لي كهرباء، وبعد كده انا استغل الكهرباء دي بعد كده في الشبكه العموميه بتاعه الايه الدوله اللي احنا فيها يعني. طيب فالمشكله الرئيسيه في السدود ان احنا محتاجين نعمل ايه، نخزن ميه عشان ايه الليفل يعلى، وعشان حاجه تانية كمان انه في خلال فترات السنه كلها، ما انا عشان اساسا الليفل ده يفضل ثابت او حتى لما يتغير بقيم بسيطه لازم يكون مخزن كميه ميه كبيره، لان طبعا كل ما الفلو يطلع من جسم السد المفروض منسوب الميه ده ماله يقل طبعا، الا اذا انه كان في بقى موسم امطار وفي ميه تانية عماله تيجي تعوض الميه اللي بتعدي من جسم السد. في الحاله دي ليفل الميه ايه ثابت، يعني ليفل الميه بتاع الايه بتاع السد العالي ممكن يحصل فيه ايه في تغير. طيب السؤال هنا لو حصل تغير في المنسوب، يعني منسوب الميه ده عمال يقل هشغل التربينات، هي دلوقتي بتشتغل بس كل ما بنقلل الارتفاع بتاع الميه كل ما الانرجي اللي هتطلعها التربينه مالها بتقل، صح كده؟ عشان كده بيجي يدرس ايه، بيجي يدرس دايما السد في حجم تخزين معين، حجم التخزين ده اللي بيتحكم فيه كميه الفلو اللي انا محتاجها عشان احافظ ان التربينه دي تشتغل معظم فترات السنه بشكل منتظم. معرفش فاهمين حاجه ولا لا، يعني لازم اخزن ميه عشان ادي التربينه فلوريت ثابت، ودي مشكله بتاعت مين؟ اخواننا اللي فين؟ في اثيوبيا. هو بنى السد خلاص بس هو عايز يخزن كميه ميه كبيره عشان يقدر يشغل التربينات طول الايه؟ طول السنه بفلوريت ثابت، وتقريبا التغيرات اللي بتحصل في ارتفاع الميه قبل الجسم السد تبقى مهمله. فيقدر يشغل التربينه بكفاءه عاليه وبيطلع باور طول السنه، حد فاهم حاجه؟ طيب نرجع بقى للمساله. الميه دي ارتفاعها كام؟ عن التربينه 50 متر. بيقول لنا التربينه دي في ماسوره راكبه بقى تاخد الميه بعد ما دخلت على التربينه، قطر الماسوره دي متر وسرعه الميه اللي خارجه من الماسوره كام؟ 6 متر في الثانيه. كل اللي هو محتاج يحسبه في المساله دي عايز اعرف الباور، اقصى باور اقدر استنتجه او اقدر استخدمه من الايه؟ من التربينه، يبقى كام؟ طيب نركز مع بعض، دايما احنا لما بنيجي نشتغل في المسائل بتاعتنا، المساله دي انا عايز باور، هل الكونتينيوتي ايكويشن فيها باور؟ يعني لو انا طبقت على المساله دي كونتينيوتي ايكويشن هتحل حاجه؟ ممكن احتاجها في حاجه تحسب سرعه، نحسب اريا لو ناقصه، اي حاجه ممكن نحسبها، لكن مش هي دي اللي هتحل المساله. طب هل المومنتم ايكويشن اللي هي اللينير مومنتم ايكويشن احنا خدناها بالميد تيرم هتطلع لي اي حاجه فيها باور؟ مالهاش نفس كمان مالهاش لازمه، مفيش غير مين؟ غير الانرجي ايكويشن. طبعا لما نيجي نفكر هطبق انرجي ايكويشن على البرنولي ايكويشن؟ هنطبق انرجي ايكويشن لان هنا في ورك ترانسفر، بس عايز حته بسيطه كده. لو خلينا بقى نحط ايه نقط ونطبق ما بينهم الايه؟ المعادلات بتاعتنا، وليكن مثلا السطح ده هنسميه نقطه زيرو. ده الفري سيرفيس او اللي شايف الضغط الجوي والكلام الايه اللطيف ده. قبل التربينه بالظبط هنسميها نقطه ايه؟ الميه عدت الايه؟ عدت التربينه وخرجت، سمي مثلا نقطه الخروج دي نقطه واحد او اثنين. خليها واحد. يبقى انا عندي دي صفر، حلو كده؟ قبل التربينه بالظبط اديتها رقم ايه؟ ايه؟ ممكن مثلا بعد التربينه اديها بي. طيب نفكر مع بعض كده. كل دي نقط موجوده عندي، طبعا انا ما اعرفش هل النقط دي عندي ليها كونديشنز ولا لا، لسه هنشوف يعني. بس انا ممكن ادرس ما بين صفر وايه؟ صح كده؟ اشوف الكونديشنز عند صفر من ضغط ومن فيلوستي ومن بوتنشال انرجي بكام، واشوف قيمه كل الثلاث حاجات دول عند نقطه ايه بكام؟ صح كده؟ طيب سؤال، لو جيت من صفر لايه؟ من صفر لايه؟ في ما بين النقطتين دول ورك ترانسفر؟ ما بين صفر وايه؟ مفيش ورك ترانسفر. اقدر لو انا محتاج اي حاجه احسبها عند نقطه ايه ممكن اطبق برنولي ايكويشن بين صفر وايه. حد فاهم حاجه شباب معايا؟ من زيرو لحد ايه مفيش ما بين النقطتين دول اي ورك ترانسفير.
ولا هيت ترانسفر، فنقدر نطبق برنولي كوشن عادي. طيب عدي نقطه ايه دلوقتي؟ من نقطه بي لنقطه واحد، بي دي بعد التربينه مباشره، واحد دي المايه وهي خارجه من الماسوره. ما بين النقطتين دول في ورك ترانسفير؟ ما فيش ورك ترانسفير. يعني برضو نقدر نطبق ايه برنولي ايكويشن ما بين بي وواحد. بس لو جيت قلت لك انا عايز بقى اطبق معادله تربط لي ما بين ايه وبي، هتقول لي ما ينفعش نطبق برنولي، هنحتاج نطبق مين؟ الانرجي ايكويشن. او واحد تاني يقول لك طب انا عايز اطبق بين صفر بقى واثنين وواحد على طول، هقول لك برضو طالما في ما بين النقطتين اللي احنا بنشتغل عليهم ورك ترانسفير، يبقى بنحتاج نطبق مين؟ الانرجي ايكويشن، ما ينفعش اطبق برنولي. المغزى من الهري ده ايه؟ انه لو احنا شفنا في بعض الابلكيشنز وبعض المسائل حاجه بتدي انرجي او بتاخد انرجي، ده مش معناها ان انا الغي خالص من دماغي برنولي ايكويشن. حد فاهم حاجه؟ ممكن استخدم برنولي ايكويشن بس بشرط ما بين نقطتين مفيش بينهم ورك ترانسفير. صحيح؟ طيب عايزين نجيب الباور بتاع الايه؟ بتاع التربينه. في واحد مثلا ممكن يفكر انه عشان اجيب الباور بتاعه التربينه اطبق الانرجي ايكويشن ما بين نقطتين ما بين A و B، صح كده؟ يعني بدل ما انا اقول H2 ناقص H1 وهكذا، اقول ايه؟ ها؟ HB HB ناقص HA وهكذا. طيب سؤال، A و B انا عندي اي حاجه عندهم؟ ما عنديش اي حاجه خالص عند A و B. عشان ما احتسش واقعد بقى ادور على الكونديشنز اللي عند A و B، ممكن الخص الموضوع واخد دايما نقطتين عندي عندهم معلومات كتيره. يعني نقطه زيرو في معلومات عندي ضغط معروف، ضغط الجوي، صح كده؟ وعندي ارتفاع نقطه زيرو بكام بالظبط، وعندي سرعه المايه تقريبا على الفري سيرفيس مهمله بالنسبه لسرعات المايه اللي موجوده في المواسير، فتقريبا انا عندي كل حاجه على نقطه زيرو. طب نيجي نقطه واحد. نقطه واحد سرعه المايه موجوده 6 متر على الثانيه، ودي خارجه للضغط الجوي، فانا عندي كمان ايه؟ ضغط، وعندي منسوب، صح كده؟ عندي ليفل، فكل حاجه على نقطه واحد معروفه. يبقى لما اجي اطبق برنولي كوشن اختار نقطتين انا عندي معلومات عندهم، فهنا احتاج اطبق الانرجي ما بين زيرو ومين؟ واحد. بس تاخد بالنا الانرجي ايكويشن بقى دي بالنسبه للفلويد ميكانكس هتتفك تبقى ايه؟ بريشر على الدنسيتي، لان احنا اهملنا ايه؟ اهملنا، فاكرين اللي احنا قلناه من شويه؟ اهملنا فروق الانترنال انرجي. يعني لما يجي نطبق بدل ما نقول اتش ناقص اتش يبقى بي على رو ناقص بي على رو. تمام؟ طيب نعم. منين؟ كارتفاع كليفل موجود. ده الجور ده جوه، ده ميه، ده ميه، كل ده ميه. الضغط الجوي بعد خرجه الميه من الماسوره خالص، كل ده موجود ميه، ده ووتر، وده جسم السد. بعد الماسوره في بقى خلاص، انت بترمي بقى على منسوب النهر اللي بعد السد، فخلاص ضغط جوي. طيب لحد اللحظه دي في مشاكل؟ طيب هنقول ايه بقى؟ هل في هيت ترانسفير؟ ما عنديش هيت ترانسفير، يبقى صفر ناقص الباور بتاعت التربينه بتساوي ام دوت، ها، فرق البريشر على الدنسيتي زائد فرق الكاينتيك انرجي زائد ايه؟ فرق البوتنشال انرجي. ما جابش سيريت لوسز في الايه؟ في المساله. طيب سؤال، الضغط على النقطه احنا طبعا بنطبق بين صفر وواحد، سوري. معايا يا شباب؟ ده كده المعادله. الضغوط عند صفر ضغط جوي، والضغط عند واحد ضغط جوي، فالفرق بينهم زيرو. طيب نيجي بعد كده، احنا دايما هناخد ريفرنس وهو ده اللي هننسب بالنسبه له الايه؟ الليفلز. فانا هاخد مثلا نقطه واحد هي ده الديتم، وهقول ان انا عندي زد واحد بكام؟ بصفر، لكن زد نوت بكام؟ ب 50 متر. يبقى انا هنا عندي ده بصفر وده ب 50 متر. طيب ناقص لي بقى مين؟ السرعات. سرعه المايه عند الفري سيرفيس بكام؟ تقريبا بزيرو مقارنه بسرعات المايه اللي موجوده في ايه؟ في المواسير. طيب يبقى هنا ده بصفر، وفي واحد بيديها لنا جيفن على طول ب 6 متر على الثانيه. لما نيجي نطبق المعادله دي، هنبص نلاقي ناقص لنا الفلوريت، صحيح. الفلوريت هنرجع بقى لمعادله مين؟ كونتينيوتي دينستي في اريا في فلوستي. بس دايما اخد ايه؟ اخد اريا وفلوستي عندي القيم بتاعتهم، اللي هي عند مين؟ يعني نقطه واحد عندي القطر بتاع الماسوره، وعندي سرعه المايه اللي خارجه. يبقى دي ناخدها عند نقطه واحد تبقى باي على 4، دي واحد سكوير، ودي طبعا الفلوستي اللي هي 6 متر على الثانيه. الدايمتر بكام؟ بمتر. يبقى انا كده معايا الام دوت، معايا الفي في 1 سكوير على 2، معايا الجي زد نوت
حد عنده سؤال؟ طيب ممكن اطلع رقم طبعا ما فيش مشكله، بس انا عايز اكتب المعادله، المعادله المستنتجه بعد ما احنا شلنا الاختصارات دي كلها او شلنا الحاجات اللي احنا عندنا عندها معلومات. دي بالنيجاتيف صح كده، ودي بالنيجاتيف ودي بالبوزيتيف. ممكن اضرب المعادله كلها في نيجاتيف واحد، معناها انه الباور بتاع التربينه بيساوي الماس فلو ريت، ناخد بالنا، في جي زد نود ناقص في واحد سكور على الاثنين. ونركز مع بعض في المعادله دي، دي كده المعادله بتاعه الباور بتاع التربينه. فاهمين المعادله دي جت منين؟ طب شباب في مشاكل؟ طيب عايزين بس نفهم المعادله. معنى كلمه انه الباور بتاعه التربينه بتساوي ام دوت جي زد نود، ده معناها انه الترم بتاع الجي زد نود ده كل ما بيزيد كل ما انا باخد باور ايه؟ باور اكتر. يعني ايه زد نود ده؟ زد نود ده هو ارتفاع الميه قبل جسم السد. كل ما ارتفاع الميه بيعلى كل ما انا باخد باور اكتر منين؟ من الميه. وده يسمعني في الاخر على التربينه. طيب الفي واحد سكوير الغريبه ان هي طالعه بالنيجاتيف، ده معناها ان لو الميه خرجت من التربينه بسرعات عاليه الباور المستغله او الباور اللي انا هاخدها من الميه هتقل. طب الكلام ده منطقي؟ يعني منطقي كل ما السرعات اللي بتطلع من التربينه تكون قيم بتاعتها كبيره معناها ان انا باخد ورك اقل، ده منطقي ولا لا؟ هو ده منطقي. طب ليه مش منطقي؟ على مين؟ ما انت مش هتستغلها، ما السرعات الكبيره دي اترمت في النهر بعد كده. التربينه اللي انا بدرسها ما استغلتش الانرجي دي اللي في الميه. فمعنى ان انت الميه تطلع من التربينه بانرجي عاليه معناها ان احنا ما قدرناش نستغل كل الانرجي اللي في الفلويد. حد فاهم حاجه؟ وبالتالي ان الفيلوسيتي دي الترم ده منطقي ان قيمته لما بتزيد الورك اللي احنا بناخده من الفلويد او الورك بتاعت التربينه ماله بيقل. في يا جماعه دي جت ازاي دي اصلا؟ ماشي صح؟ طيب ركزوا معايا، طيب ركزوا معايا مش هتركزوا معايا. طيب كمل بس عايز افهمكم المعادله عشان نخش على مساله كمان. يبقى يعني انا معناها كده ان الترم ده كل ما بيزيد ده حاجه كويسه، الترم ده كل ما بيزيد معناها ان في انرجي مهدره انا مش بستغلها جوه، عندي ايه؟ جوه التربين. وبالتالي فبيحاولوا دايما في الديزاين بتاع التربينه دي نقلل على قد ما نقدر السرعات الميه اللي خارجه من السيستم بتاعي، لان ده في الاخر كاينتك انرجي مش مستخدمه بالنسبه لي. ها نيجاتيف؟ لا لما دي تزيد. انت واخد بالك من الساين الاول؟ ماشي. المعنى الفيزيكال، انت جاي لك انرجي موجوده جوه الميه وليكن 100 واط. تربينه صح، لو انت عايز بقى تاخد كل الباور بكفاءه 100% اخد ال 100 واط كلهم احولهم كهرباء وادخها في الشبكه. بس ده ما بيحصلش، هي التربينه خدت 80 واط من ال 100 وفي 20 واط سبناهم كاينتيك انرجي للفلويد وهو خارج. فده معناها ان ما ده خد بالك ده برضو بالواط، برضو لما تضرب الام دوت في الفي 1 سكوير على 2 ما اليونت دي بالواط. فكل ما الفلويد هو خارج من التربينه يطلع بطاقه اعلى معناها ان التربينه ما خدتش كل الطاقه اللي في الفلويد. يعني انت جاي لك 100 خدت 70 ورميت 30، جاي لك 100 خدت 50 ورميت 50. فالفي سكوير على 2 ده هي دي طاقه انت كانك رميتها، هي اه موجوده في الميه بس التربينه ما استغلتهاش. انا حتى كبني ادم مش عارف اخد الطاقه دي من الفلويد، الميه دي هتطلع بس من السد باندفاع هتترمي في النهر بعد كده والموضوع انتهى. وصل؟ مش هتعرف، لان انت لو خدت كل الطاقه اللي في الميه او خليت السرعه بصفر انت كده فرملت الميه. يعني ايه فرملت الميه؟ يعني الام دوت بزيرو. فاحنا مجبرين ان يكون في فلو، يعني احنا كلنا مجبرين ان يكون في فلوريت عشان يبقى في باور، فهضطر ان انا اسيب شويه فيلوستي تهرب مني، انا مضطر اعملها يعني. طيب نخش على اخر مساله. ما عشان ده عشان كده بقول لك كده، انت ده سايبه ليه؟ عشان برضه يبقى في ام دوت. مين اللي يقعد نص؟ لا هي خد بالك القيمه المؤثره في الباور للاسف هي دي الجي زد. اه طبعا لما بزيد بتزود الباور، بس ده لما بتزيد بتزود باور جامد جدا، يعني دي اللي اقدر اتحكم فيها. نعم طيب نركز مع بعض شويه، بلاش كلام بلاش كلام. طيب بدينا دلوقتي ماسوره، الماسوره دي في هنا
الفلو بدا في البايب دي بقطر كبير شويه 31 مللي. عند نقطه 1 ركبنا جهاز بيقيس الضغط، لقى ان البريشر عند النقطه دي 735 كيلو باسكال. الماسوره بعد كده دخلت على النوزل او دخلت على حاجه الديامتر بتاعها اصغر، والديامتر ده كان 19 مللي. وجينا عند النقطه دي قسنا الايه، قسنا البريشر لقيناها حوالي 550 كيلو باسكال. القياسات دي مظبوطه، لان انا طالما السرعات هنا زادت يبقى ضغط ماله لازم يقل، فعشان كده قيمه الضغط هنا لازم تكون اقل من هنا. تمام. طيب ومدينا الديامترز ومدينا كل حاجه، ومدينا السبيسيفيك ويت بتاع الفلويد اللي هو الرو في الجي، يعني نقدر نجيب الكثافه، مديها لنا برده في الايه في المساله. المطلوب في المساله دي نحسب الفلوريت الكيوب كام. طيب الكيوب الفلوريت اللي ماشي في الماسوره دي كام؟ طبعا اني ايكويشن انرجي ايكويشن هي من 1 ل 2 وليكن هي دي نقطه 2 في ورك ترانسفير، فمش محتاج انرجي. نخش على برنولي ايكويشن صح كده؟ يبقى نقول هنطبق برنولي ايكويشن ما بين 1 و 2، هنحط الكونتينيوتي زي ما انت بتقول برضه. طيب نكمل، عايزين نخلص المساله دي على طول. البريشر عند 1 زائد رو في 1 سكور على 2 زائد رو جي زائد 1 بتساوي في 2 زائد رو في 2 سكور على 2 زائد رو جي زد 2. طبعا عشان احسب قيم الزد لازم اخد ريفرنس انسب ليه ايه كل الزدات بتاعتي، وليكن لو حد خد باله حتى احنا مش محتاجين ريفرنس، هي 1 و2 على نفس الايه على نفس الليفل، وبالتالي الرو جي زد 1 دي هتطير مع الرو جي زد 2. طيب ادالنا في الاخر في المعادله الضغط على نقطه 1 قيمته 735 كيلو باسكال، الضغط على نقطه 2 550، بس ناخد بالنا من اليونتس. لما اجي اعوض هنا بدا 735 انا بعوض بالباسكال، يعني لازم اضرب في 1000، وهنا نفس الكلام 550 انا برضو ايه شغال بالباسكال. دي كده معادله رقم 1. عندي كام مجهول في المعادله؟ المجهول الاولاني السرعه عند نقطه 1، والمجهول الثاني السرعه عند نقطه 2. فلما جينا نطبق برنولي ما حلتش المساله ستيل، برضو عندنا معادله في كام مجهول؟ مجهولين، محتاجين معادله اضافيه عشان نحل. فزميلكم قال ايه؟ نفكر في الكونتينيوتي. فنقول هنا لو جينا طبقنا الكونتينيوتي ان الفلو في نقطه 1 كفوليوم فلو ريت بتساوي كيو 2، يبقى اريا 1 في في 1 بتساوي اريا 2 في 2. الاريا بتاعت 1 هي باي على 4، دي كده معادله رقم كام؟ معادله رقم 2. لو خدنا بالنا انه معادله 1 و2 معادلتين في كام مجهول؟ في مجهولين، هنحلهم مع بعض. يبقى هنجيب السرعه عند 1 وهنجيب السرعه عند 2 ونقدر نحسب الكيو من اي واحده فيهم. ده الطريقه اللي انتوا شايفينها دي احد الطرق لقياس الفلوريت. تعرفين احنا دايما في معظم المسائل بنجيب الكيو، يقول لك الكيو جيفن بكذا، السرعه بكذا. الحاجات دي بقى في الحقيقه بنجيبها منين؟ بنجيبها من اجهزه قياس، يعني في اجهزه بتقيس الايه الفلوريت باشكال مختلفه. شايفين الجهاز ده؟ ده جاي جهاز ضغط عند نقطه وجهاز ضغط عند نقطه ثانيه، وقدر يحسب الفلوريت. يعني من ضغوط، من قرايتنا للضغوط قدرنا نحسب مين؟ فلوريت. حد فاهم حاجه؟ مفيش ورك ترانسفير من 1 2، في ورك من 1 2. انت زي ما انت عايز، يعني انت بتحدد النقطه اللي عندك فيها معلومات. يعني نقطه 1 في ضغط يبقى خلاص هي دي النقطه اللي انا هشتغل عليها، 2 هنا في ضغط يبقى دي النقطه الثانيه. اختار النقط اللي فيها معلومات، ما تسيبهاش ايه مش حاجه مجهوله يعني.